طيب في تفاصيل الخاصة بنادي الزمالك، خلينا نتكلم معاكم في فتوح. فتوح خلال الفترة اللي فاتت قال كلام كتير في جزئية انه عنده عروض وكلام من كده. فتوح حسم الامر فيما يتعلق ببقائه في نادي الزمالك، والراجل باختصار شديد لن يحركه عن نادي الزمالك او لن يقبل باي عرض الا ان كان عرض اوروبي مغري. بخلاف كده هو راجل قفل الباب، انا موجود في نادي الزمالك ونادي الزمالك موصل لمنتخب مصر وماشي بشكل كويس جدا جدا ومركز مع الفريق، وان جت حاجه من اوروبا وبشكل يعني يليق بي ويليق بنادي الزمالك هيكون ده من خلال الاداره. ده بس ردا على الجزئيه اللي ليها علاقه بفتوح اللي كانت مثاره خلال الفتره اللي فاتت. ونجم بالمناسبه خلاص استقر على العوده مجددا الى الوداد المغربي، وفي لعيبه الحقيقه كميتها ماشيه مع يعني ونجم يمشي مع الوداد يجي الزمالك مش انه موجود. نفس القصة لمجموعة من اللاعبين بيظهروا بشكل كويس جدا جدا في الفرق اللي هم تتم اعارتهم اليها، وبعدين لما يرجعوا تاني النادي الاهلي او يرجعوا تاني النادي الزمالك الامور بالنسبة لهم ما تكونش احسن حاجة. فاتمنى ان شاء الله باذن الله لنجم كل التوفيق.